يقول أحدهم: في اليابان يمكنك أن تجد حلاً لمشكلة لا وجود لها. وفي جديد الابتكارات اليابانية، مقهى يقدم لزبائنه خدمة القيلولة واقفاً، تجربة غريبة يقدمها هذا المقهى بطريقة غير مألوفة، وهي كبسولات للنوم وقوفاً. رواد المقهى الذين جربوها تفاوتت آراؤهم، فمنهم من يجد فيها حلاً مبتكراً للقيلولة في وقت ضيق، بينما يصفها آخرون بأنها أداة تعذيب من القرون الوسطى. عرض المقهى يتضمن قيلولة مدتها 30 دقيقة وفنجانا من القهوة مقابل 5.5 دولار. الكبسولات تحتوي على أضواء ومساند للأذرع قابلة للتعديل، ويمكن للزبائن الاختيار بين غرفة النوم ذات الطابع الفضائي أو ذات طابع الغابة. تقول شركة جيرافيناب المصنعة لهذه الكبسولات: من المتوقع أن تصبح كبسولات النوم رائجة في الشركات، فهي توفر بيئة مريحة للقيلولة في المكتب.